وشهد الحجاج الحرب بين جيش الأمويين وخليفة الحجاز عبد الله بن الزبير بن العوام. كان المسلمون منقسمين بين خليفة الشام وخليفة الحجاز، وفي هذه السنة سمى خليفة الشام عبد الملك بن مروان القائد الحجاج بن يوسف الثقفي واليا على الحجاز، وكلفه بقتال خليفة الحجاز عبد الله بن الزبير. سار الحجاج على رأس قوة كبيرة وحاصر الكعبة وفيها ابن الزبير، نصب المنجنيق على جبل أبي قبيس وجعل يرميها والحجاج يطوفون بالبيت، وكان معهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فأرسل إلى الحجاج ينهاه عن الرمي بالمنجنيق ليكمل الحجاج طوافهم، فأوقف الرمي إلى أن انتهوا، ثم أمرهم بالمغادرة إلى بلادهم وعاد إلى القتال. انتهت الموقعة بمقتل عبد الله بن الزبير وصلبه ودخول الحجاز في طاعة بني أمية.